اهلا بيكم. المره اللي فاتت وصلنا اللي احنا عملنا انستول للكلاينت الاس اس ان كلاينت على 2 ماشين عدي سي على لاب بي سي، وزي ما انتم شايفين حالتهم اكتف والايقون عليها علامه صح، اللي هو معناها الكلاينت دلوقتي واصل. احيانا الايقون ديت بيكون عليها علامه اكس او عليها علامه او لونها رمادي، ده معناها ان هو مش قادر يوصل للكلاينت. الطريقة التانية اللي احنا ديبلوي الكلاينت هي الاوتوميت او الميثود التانية اللي هنستخدمها هي الاوتوميتد سوليوشنز بتاعتنا. اول حاجة في الاوتوميتد حاجة اسمها كلاينت بوش انستوليشن. لو انتم فاكرين من حلقات احنا جينا هنا على الانستول كلاينت انستوليشن سيتنج كلاينت بوش انستوليشن، كل اللي هنعمله هنقول له انيبل اوتوماتيك سايد وايد كلاينت بوش انستليشن. كده اني نيولي ديسكفرد كمبيوتر، اي كمبيوتر جديد هيديسكفره ويظهر في الاسيتس، الكونفيجريشن مانجر اوتوماتيك هيحاول يديبلوي عليه. هنا بيقول لك انا ديبلوي على السيرفرز وعلى الورك ستيشنز وعلى الكونفيجريشن مانجر سايد سيستم ولا لا، وهديبلوي على الدومين كنترولرز ولا لا. انت هنا اخترت فهتقول له ابلاي اوكي. كده خلاص بمجرد اي سيستم حصل له ديسكفر يظهر هنا هو هيحاول اوتوماتيك يديبلوي عليه. طب تاني طريقة هتيجي هنا في الكلاينت انستليشن سيتنجز، هتختار سوفت وير ابديت بيلد كلاينت انستليشن، هتقول له انيبل سوفت وير ابديت بيلد كلاينت انستليشن، هتقول له ابلاي اوكي. الفكرة ديت اللي هو بيروح يقول للدبليو ساس انت ده دبليو ساس وانت بتوزعي الابديتس على الكلاينتس. لما كلاينت يجي يقول لك في الابديتس اللي هو هنا في الكنترول بانل بتاعتنا العاديه الابديتس، لما الكلاينت هيروح يكلم الدبليو ساس يقول لها هاتي لي ابديتس، هيقوم ال WSUS منزل ال Configuration Manager ك Option في ال Installation. فكده أي ماشين هتطلع تكلم ال WSUS تاخد Updates هينزل لها ال Configuration Manager by default، وهنا ال Published Version وهنا ال Available Version. احنا ما كناش عاملين Published Version قبل كده، فال Available Version بتاعتنا بتاعت ال Client هي ديت. كل Update لل Configuration Manager بيخلي ال Version بتاعت ال Client مختلفة. نقول له OK. تالت طريقة هي عن طريق الجروب بوليسي. طبعا هنيجي هنا على الدي سي، هنيجي هنا من اللوجن، هتيجي تفتح تولز جروب بوليسي مانجمنت. محتاجين حاجتين في جروب بوليسي مانجمنت. أول حاجة هنحتاج في ال نفتح هنا السيرفر بتاع الكونفيجريشن مانجر بتاعنا، هتخش على ال SMS Lab، هتخش على التولز، هتتلقى في حاجة هنا عندك اسمها Configure Manager EDMT Templates اللي هي التمبلتس بتاعة الجروب بوليسي. هتحتاج تاخد الاتنين دول كوبي، وخلينا نحطهم على السي مثلا بتاع الكونفيجر على بتاع الدي سي. فانا دلوقتي نقلت الادمنستريتيف تمبلتس اللي هتساعدني في عمليه الكلاينت بوش انستليشن من خلال جروب بوليسي من الباص بتاع الكونفيجريشن مانجر. انا دخلت كل اللي عملته انا دخلت على الكونفيجريشن مانجر كشيرد، بعد كده دخلت على اس ام اس اندر سكور لاب او اندر سكور السايت بتاعتك، دخلت على تولز، دخلت على ال config manager admin administrative templates. هاجي هنا على ال group policy بتاعتي، هعمل على ال lab new create a gb on this domain and link it here. هقول له deploy SCCM client، هقول له اوكي. هاجي كليك يمين edit،
على كمبيوتر في الكونفيجريشن، سوري على البوليسز، ادمنستريتف تمبلت، اقول له اد ريموف تمبلت، وهاد الاثنين تمبلت اللي انا جبتهم عندي اللي على الديس بي سي، اقول له اوبن كلوز. فبقى عندي كلاسيك ادمنستريتف تمبلت، كونفيجريشن مانجر، كونفيجريشن مانجر كلاينت، كونفيجريشن مانجر سايت اساينمنت، انيبل، هاساين السايت بتاعتي اللي هي ايه اللي هي اسمها لاب. فانا هنا حد من خلال الادمنستريتف تمبلت الاولاني حددت السايت الكلاينت اللي هينزل من خلال الكونفيجريشن مانجر، سوري كلاينت اللي انا هعمل له بوش من خلال الجروب بوليسي هياخد اي سايت، اللي هياخد السايت اللي انا حددتها هنا في الجروب بوليسي. تاني اوبشن ال SSM setup command line. ممكن وانت بتحتاج تعمل setup لل command line بتحتاج تحط properties إضافية، تحط إعدادات مختلفة لل configuration manager. خليني أجيب لكم حاجة من ال من على النت توضح لكم الموضوع. في تكنيك ارتكل اسمها about client installation properties and configuration manager، لو جيت بصيت عليها هتلاقي مثلا انت بتحدد بعد سي سي ام سيت اب تحدد المانجمنت بوينت اللي انت هتستخدمها، السايت كود، حاجة اسمها فيل ستيت بوينت ديت هنتكلم عليها لسه قدام. تحدد الكلام ده بحيث الكلاينت لما بيحصل انستليشن هيعرف يتكلم اي سايت، اي مانجمنت بوينت كلام. فانت المفروض مثلا هتاخد السايت ده وتعمل له تعديلات بما يناسب الانفايرمنت عندك، وهتيجي هنا وهتحطه بعد سي سي ام سيت اب وتقول له بيست. الاوبشن ده ما انتش محتاج تعمله لو انت كنت عملت اكستند للاكتيف دايركتري زي ما احنا عملنا قبل كده. فانت لو كنت جيت على الدي سي بتاعنا وكنت فتحت التولز اكتيف دايركتري يوزر اند كمبيوتر سيستم سيستم مانجمنت، هتلاقي الكونفيجريشن مانجر بتاعنا اهوت، عمل بابلش لنفسه وحدد مين المانجمنت بوينت الكلاينتس هتيجي تتكلم. فانت الاوبشن ده اللي انت كنت هتكتبه هنا في ال في الكونفيجر كونفيجر كونفيجريشن مانجر كلاينت ديبلويمنت سيتنجز انت مش محتاجه عشان احنا اوريدي عملنا الكلام ده لما عملنا اكستند. تاني حاجه لو انت كنت عملت الاوبشن ده فده هيغطي على اي كونفيجريشنز موجوده هنا في الكلاينت بوش انستليشن انستليشن بروبرتيز. انت هنا ممكن برضه تحدد مين المانجمنت بوينت بتاعتك، مين الفيرست بوينت كانستليشن اوبشنز. لو انت كنت محددها في الجروب بوليسي فالاوبشنز اللي هنا تعتبر مش ملهاش لازمه ومش هتستخدم، هو اللي هيستخدم بتاعه الجروب بوليسي. طيب احنا دلوقتي حددنا الكونفيجريشن اللي هننستول بيها، محتاجين نعمل ايه تاني؟ محتاجين نجيب الانستليشن فايل. هحتاج من جوه الكونفيجريشن مانجر سيرفر من جوه بروجرام فايل مايكروسوفت كونفيجريشن مانجر بن اي 386، هتلاقي عندك سي سي ام سيت اب ام اس اي، هاخد الفايل ده كوبي هعمل له شير بيست، والشير ده هخليه ريد فور ايفري ون. اوكي. فانا لو دلوقتي رحت على دي سي قلت له سوفت وير انستلر نفس البوليسي اللي انا كنت عاملها، سوفت وير سيتنج، سوفت وير انستليشن، نيو باكج، محتاج اروح على سي سي ام سيرفر، ايجنت، اس سي ام سيت اب، اوبن، اسايند، اوكي، كونفيجر مانجر كلاينت سيت اب بوت ستراب، وهنا السيتنجز بتاعت الكلاينت. بالطريقة ديت احنا شفنا ثلاث طرق
نقدر نعمل من خلالهم اوتوماتيك ديبلويمنت للكلاينت بتاع الكونفيجريشن مانجر، بمجرد بس ما الاجهزه ديت تطلع على الانترنت، مجرد بس ما الاجهزه ديت تبقى اونلاين، هتلاقي الكلاينت بتاع الكونفيجريشن مانجر هيبتدي ينستول عليها. اراكم في الفيديو الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.